اوكي هسه شلون نطير؟ والله صارت شباب روح ليتس جو. السلام عليكم ياكم اتش بي ووب، حلقة جديدة بس شباب بس لازم نوصل المقطع هذا 100,000 مشاهدة. ليش؟ هسه تقول لي ليش؟ لان اليوم يا اخوان جايبينكم خدعة تيك توك ببجي موبايل، بس مو اي خدعة يا اخوان، ما حد مسويها من قبل عدا التيك توك يعني هم مسويها هناك، بس راح يعجبكم. كملوا المقطع للنهاية، فجروا المقطع لايكات، ما يحتاج اوصلكم يا اخوان، يلا حط لايك ويلا خلينا نبلش بالخدع. اوكي شباب وشبابات هذه هي الخدعة الأولى. اوكي سيارة طار للسيارة، ايش راح يسوي ورا السيارة؟ وجارها اوكي حلو يقدر يطير بيها يعني لو ما يطير راح يطير هو والسيارة يا اخوان ديم. لا والله حلوة صراحة صراحة حلوة لازم نجربها يا اخوان لازم نجربها ووو شو مرة بعيد لازم نجربها يا اخوان هذه شوف 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 ترى منايم يا اخوان ومشتاق المهم خلينا نجربها اوكي شباب راح ننزل جيم اوكي شباب المشاهد التحديث لازم تروح تشوفه صور ثاني وعبسي ترى بس معدلين عليه يا اخوان شوف ضايفين هاي الشخصيه ترقص هناني وين ترقص وياك تعال خلينا نرقص وياك كانك عراقي اساسا انا مو عراقي يعني اوكي بلش الجيم شباب وشبابات حطيت لايك لا حط لايك اشوفك ترى اوكي راح ننزل على السفينه اللي نزلت هناك لان هناك مليار بالمية راح نلقى جيت باك ومن هناك ندور لنا سياره ونطير ونشيلها ما ادري اذا قلت لكم لو لا بس اذا ما سوينا الخدعه مال التيك توك هذه اذا ما ضبطت راح نسوي عقاب يا اخوان والعقاب بعجله مال الحظ اكو عقابات والعقاب هو راح يجي علي انا وحظي ان شاء الله اليوم ما نتعاقب يا رب ندور على جيت باك حلو لقينا الجهاز اللي خلينا نشيل الاشياء باقي لنا بس الجيت باك بس جو شباب لقينا الجيت باك خلينا ناخذه شوي يحتاج لنا مساحه اوكي دام انا مستعجل راح اخذ شو اسمه راح اخذ هذا الالي واطير قبل يعني ما يحتاج تتفاهم شغل حجي روح معدلين هواي اشياء لان اول ما فتحت اللعبه هذه طلع لي انه اكو تحديث فمعدلينهم كم شغله يعني وين نروح؟ خل نروح هنا على مكان بي سياره، راح شهرة، بدات همش سيارة شو اللي شالوا السيارات بالتحديث الجديد لو شو السالفة؟ ماكو سيارات شباب السيارات انشالت بالتحديث الجديد، ماكو سيارات. بعد كلها مشي بالآلي. ماكو حركة هنا. ما ادري بس توقعت تقدر تطورها وتسوي لها فد شغلة ما افتهم شنو هي صراحة. المفروض من ادوس عليه بالآلي هذا يموت يعني المفروض مفروض مفروض. ايوه ربي مات. ديو ربع حركه حلوه بعد اشوف سكواد يمشي بالشارع بوم طبيهم اتفاهم صدقوني السيارات انشالت بالتحديث الجديد ماكو ولا سياره اوكي الحمد لله لقينا جراج راح ناخذ منه سياره راح اخذ هذا الكبير نفس ما هو مسوي ليتس جو اوكي شباب لحظه الحقيقه يا اما نتعاقب يا اما نسوي خدعه مال التيك توك هذه خلينا نشوف ننزل السياره المشكله انه انا ما عندي الدقمه اللي تخليني اشمرها اوكي هسه شو مرتها دقيق انا ما دافتهم شنو المفروض اسوي صراحه خلينا نشوف المقطع نسيت البس الجيت باك شباب والله النعس ماثر شباب كلها حتى اضحي وانزل لكم مقطع اوكي هسه نلزمه المشكله اني ما لابس هذا بيدي لزمته والله اوكي شباب اوكي هسه شلون نطير والله صارت شباب دقيق خلصنا شحن خلينا نصعد على الجبل خلينا نصعد على جبل دي والله كوبشه بيدي شباب نقمز هسه نقمز ايش مراي ايش مراي يا ول دي والله راحت خش مرا بالبحر بالبحر هذه شنو نسوي اوه ديم شباب واو يقدر يشيل الارض اتوقع بدلوا الحديده وسووها ارض والله احلى بهوايه اوكي شلون ارتفع ارد ارتفع اوكي بهالعلو واشيلها انا اصلا يا اخي التحكم حيل سيء شباب اوكي هيك بس نقدر نرتفع ارتفاع بسيط بعلو هذه واشمرها اوه ماي جاد ربي رهيبه مستعد اظل العب باي اللعبه لحد ما اعجز اشمر بالسيارات وتدرون شنو معناته؟ معناته نقدر نسوي كرة سلة نقدر نسوي هاي العاب بيها. اقدر اشيل هاي؟ مين جبت الطابوق؟ ما كذب. رهيبة رهيبة حركة رهيبة صراحة. خلنا نشمر السيارة شوي ضوجتنا السيارة. تعالي. تخيل اصدقائك بالسيارة وتشمرهم بعيد على سكواد مثلا. ماكو قارب؟ اريد اشمر قارب. ماكو قارب شباب. خلنا ناخذها ونروح. ما يصير.
اقدر اعبرها المي؟ تعال تعال بالله تعال وياي شباب اقدر اعبرها المي لانه انا شو اسمه هاي لابس جيت باك فعادي اقدر اطير. ليتس جو اقدر اعبرها وين ماري زين اذا شمرتها بالمي اقدر اشيلها من جديد خلينا نشوف. هاي سيارتي سيارتي وين راحت؟ لا راحت سيارتي ليش يا رب ليش؟ اذا كامش هذه يصير بطيء اما اذا هاد يصير سريع فهمت. ماكو سياره من هنا اوكي شباب هاي باعتبار الخدعه الاولى وجدا ناجحه كانت صراحه. خلينا نشوف الخدعه الثانيه. هذه هي الخدعه الثانيه يا اخوان بكل اختصار شايل دروب وطاير حرفيا طاير طاير اعلى الماب تخيلوا فشي حيل اسطوري اذا ضبطت هاي الخدعه. واو شايف الماب حرفيا كله عبك سفينه طياره تصعد واحده هيك على دروب دروب همين مو اي شيء ثاني دروب فشي كلش حلو اذا ضبطت ويانا صراحه. واقف واصلا ما شايل اتوقع اي والله واقف ما شايل هات لا والله كامشه صراحه كامشه ودي باوع يتامل المكان الجميل يتامل الغيوم يتامل بوشينكي الله يا بوشينكي بالدروبات اللي هناك نازله دايم اوكي شباب مهمتنا صارت واضحه نروح ندور لنا على دروب ونطير ان شاء الله نقدر نطير بهذا الجهاز. اوكي شباب راح البس الجيت باك ولو بطيء بس راح نحاول نلقي لنا دروب ونطير عليه ان شاء الله ان شاء الله نلقي لنا دروب شباب ان شاء الله. ذنيجه دروبات شباب ذنيجه دروبات الهوايه راح اروح عليهن ونشوف شو يصير يعني والله جدا متحمس بس الزون يعني حل الزون شويه ما يساعد لانه شوفوا حل صغير فان شاء الله نلحق يعني. وين ضيعتهم شباب الدروبات وين ضيعتهم شباب؟ لا والله عاجبني ابكي هوايه الهوايه حول على 300 بس حيل بعيدات ما ينزلونا هنا لا تب شباب نزلوا هنا حيل قريب هذني وكو هناك واحد وحده والله بيها على روح وحده نزلنا اقرب شنو سفينه قدامنا شو ما طالعه على الماب غريبه والله شباب سفينه واحد هي حتى ما محطوطه على الماب الحلو بهذا الجيت باك ما بيه بنزين اتوقع لا نهائي ما ادري من ينزل يحطوا له بنزين كلش توقعوا منهم هذولي شباب ذاك المكان ذاك اريد اروح له لشوفوه والله مثل السفينه واحده شباب يعني ممكن تودينا مكان او شيء بس تو طلعت على الخريطه الدروبات شو حيل قريبات شباب ما ادري شاقون خلينا نشوفها على طريقنا هاي ليش واحده ما دا افتهم غريبه والله اتوقع هاي تنزل باماكن عشوائيه يعني ما تنزل بمكان واحد شلون ذني الصواريخ اللي على الماب تنزل مكان عشوائي اتوقع انا ما متاكد صراحه اذا احد يعرف معلومه يكتب لنا بالتعليقات شباب وهسه اريدكم تشاركون بالتعليقات لان هسه انا راح انطي قلوب للي شاركون بهاي الدقيقه شباب لازم ابطل اقول شباب هاني اريدكم تشاركون وتتوقعون هل راح تضبط هاي الخدعه لو لا بالتعليقات اكتبوا لنا الصحيح راح احط لك قلوب وانتو حظك يعني احط لك ما احط لك بعد انتو حظك فشاركوا بالتعليقات لا حيل احب تعليقاتكم ويا جواب كم اكتب لنا تعليق حلو بدربك اوكي شباب وصلنا لحظه الحقيقه لحظة الحقيقة. اوكي خليني انزل من شو اسمه؟ تعبني هذا تعبني حتى صوته عالي. اوكي نطلع مالتنا شو اسمه؟ اوكي خليني اصعد لي فوق اول شيء اتوقع. وان شاء الله يا رب ما نموت يا رب. راح اخذ لي مسكنات يعني احتياطا. اوكي يجي زين. شباب بيقول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ضبطت شباب. ليتس جو. ليتس جو. وانا اقدر اتحكم بي مثل المطي يعني الحصان قصدي تحمست شو اوه ماي جاد واو واو لا 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 ارجع 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 لا 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 الحمد لله عندنا باراشوت ولا دروب ولا دروب يطير بدون منطاد اوه ماي جاد اوكي حلو حلو الحلو بالموضوع انه نقدر نرجع نصعد عليها من جديد وكانما طياره شباب يعني يحتاج نستخدم اي جيت باك او شيء مجرد عندنا مال هذا احس راح يقتلني. يعني بدنا نلعب بالطبيعه شباب. طير طير طير. ليتس جو. راح اشعل جدك انت. دقيقه دقيقه. اصبر لي اصبر لي اصبر لي. روح روح. لا 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 لا. انا راح اجيب موتي بهاي السالفه. لا 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 لا. لا تشاقي تشاقي. بيك نحس. مطرنا وحلوين كنا. يلا. لا العلم والله اقدر اغيب نفسي بس ليش شي صار وياي؟ يعني بالبدايه طرنا طبيعي هسه ليش؟ اوكي شباب بسم الله اوكي راح اخذ دم اوه
هذا جانا زون. أريد أشوف المنظر من فوق شباب. ما راح أرتاح إذا ما شفت المنظر. كل شوية جاينا دنغوز. كافي كافي مشي بعود انتو. مليار مرة قتلتوني يا ولو. لا شد كذا بشوي. أوكي شباب الزون حيل يأذي. خلينا نطير. لك ليش يجي ليش؟ شبيكو هاي شبيك؟ ما دافتهم شنو المشكلة ما دافتهم صراحة. بس الحلو بالموضوع انه نتحد شباب. فتحس منها من نقطة ومرة نتعاقب على هذا التحدي. طينا اللي بعده اللي بعده طينا بسرعة. اوكي شباب الخدعة الثانية طلع مو بس الدروب تقدر تصعد عليه. حتى السيارة تصعد عليها وتطير. حلو السيارة ما نقدر نوقع من عندها اتوقع. فراح يكون وضعنا بالسليم شباب. السيارة يعني احسها حيل مضمونة مو مثل الدروب. الدروب كل شوية خلينا نزلق. فالسيارة يعني ان شاء الله انا حيل متفائل بيها. خلينا نطب ونجربها شباب. هالمرة ما نحتاج بس الجهاز ما جذب وسيارة بس. شوفوا هاي الطيارة قلت لكم ترسبل بأي مكان اتوقع. بأي مكان عشوائي. قبل شوي لقيناها هناك هسه لقيناها هنا بس ما تطلع على الخريطة. تطلع هيك صغيرة يعني مثل طيارة متحركة. ليتس جو. اوكي سيارة. مو اي وربي سيارة. مو سيارة ولا بسيارة. لا يا هذا والله ما ندري بعد فات علينا طورنا شباب وصلنا بيا جيل احنا الله يرحم الله يرحم بوشينكي كني شايف ننزل لنا الدروبات اللي هنا يا ما يحتاج حتى ننزل الدروب اكو كثير امي اوكي شباب احنا جاهزين جاهزين ليتس جو ليش طلعت مو سياره انخدعت شو عندي فكره راح اصب بالهليكوبتر ليش الزون يجي بين صغير عادلين على الخريطه شوفون بين حيل صغيرة اي مكان القى بيه سيارة راح انزل بيه شباب اوكي بس كوني يبينن يعني وين ما اخذني لك وين ما اخذني انت شباب كل شيء ما يبين شباب ما تحديد شالوا السيارات شباب ماكو سيارات ما اخذني العرعر خلينا نشوف وين اصفى مين الدار هاي الاهوار مال البصرة شباب يا معقولة ماكو سيارة لو انا ما دا اشوف وين 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 نزلني نزلني اخوي وين رايت لا لا حيدقها ماشي ابدع تمك شغله جينا نلطش بربي شو السالفه زين خلينا نطير حجاره ايش رايكم؟ خلينا نطير بحجاره اريد اوقف عليها طيب ما يصير خلينا نشيل الجوايه اي بسم الله لكي والله طرت شويه واخري واخري عني واخري عني يا اخي اطير وياك شنو السالفه؟ راح اعطيها جوايه فهد مره ماكو ما صعدني اياها ما صعدني اياها يا خلي دور لنا على سياره ارفع راسي على اساس راح اشوفه يعني انا ما اخذ الالي اتش بي صدق تحكي ماكو شباب راح ابكي والله راح ابكي ما اعرف ابكي صراحه يعني حتى لو ابكي ما راح اقعد اذا سويت هاي الحركه جريت حجار وتفتت بيدي دقيقه هذا كان موجود الحجار اوه اقدر اسوي بيها كفر تخيلوا ورب اقدر اسوي بيها كفر شباب زين اقدر اطحنها براسي هاي كذب هاي المفروض ينطحن لا 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 هدي 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 والله بوتي خوفني صدق تحجي خلينا نجرب منه خلينا نجرب منه اووو ضبطت الا شويه احس لازم ادوسها وامشي شباب ضبطت ورب ضبطت لا 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 هو شنو؟ لك اي مزين ورب راحه والله احسن احسن ماك سيارات انقذوني صراحه بس ما تضبط لانه الحجر هيك مايله علي توقعك ما تضبط اتوقع اضبط شي السياره شباب بس وين راح نلقي السياره؟ ما دافتهم اوكي راح ارجع لنفس المكان اللي جيت منه بالبدايه اللي هو هاي الطياره عادي ندقها ماشي مو غلط توب اذا اصعد هليكوبتر بعد ودتني بداهية اوكي شباب ضبطت وضعي يعني حتى الالي يعني منزله اوريدي لان ادري بنفسي راح اموت فمجهزه يعني قبل وايل العيوشك واحد عطلك شباب اوه يضرب ايوم السؤال يعني واقعي جدا ليش ماكو سيارات؟ في ليش ماكو سيارات؟ تطلع صدق شايلين يعني مو شقه صراحه خوفني بدات اموت يعني حتى اريد اروح للمكان اللي اخذت منه سياره اتوقع من ذيك الجهه كان من لا تذكرت ولا ذاكرتي ذاكره نملاني بس ذكرت زين ترى ماكو سيارات صدق الا نلقيها بلا ما كنت ذني جراجات وانا عبالي الشاقه ويا نفسي مو تحرك مو تضيع اوكي راح انزل الداسيه
خلينا نشوف شنو يصير يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. تضبط تضبط ان شاء الله تضبط. شو قلت تفالوا بالخير، ايش بيكم متشامين؟ قول بسم الله، قول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي يا الله يا الله سهلها علينا يا الله. اوكي راح اصير مهجه. لا 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 لازم نرجع، لازم نرجع. لك ذبيت المسدس مال المغناطيس. ليش يجي ليش؟ يا رب حظي يبتسم لي. فكت اللكي بوحدة من ذني. ولا حظا ندري شنو شبي. في جيت باك رحم الله أديكم. إيه والله ياتي. Let's go. لحظة الحقيقة شباب. إن شاء الله يضبط إن شاء الله. يا الله. خلينا نصعد فوق. نانا. وندنج. ما يقدر يدنج. بسم الله. أوب 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 أوب. بسم الله. لك زي يصير أنا. شيدها يا ولو. لك شيء رايك تنى روح. ليتس جو. طيري طيري. الله شباب هذا البوت شقني. الله يو المنظر دايوم. اروح على التجاري يعجبني. اتروح هناك اتروح هناك وتين على التجاري يعجبني وبعد ننطير. مشكلة ما اقدر اهد يعني انا مو تليفون او شيء. ما اقدر اهدها اتوقع. اتوقع ما اقدر اهدها. ما راح اهدها صراحة ما راح اهدها. هاي احلى وحدة. لا الصراحة الاولى احلى وحدة. انه تركب الجيت باك وتلعب بالسيارة لعب. هنا أنا يعني روقان صراحة. تروق. اذا هديتها ايش راح يصير؟ ماذا ما ادري. ولا اريد اتخيل. صراحة ما اريد اتخيل. بس منظر رهيب. شوف بوشينكي. الله بس انا ايش يصير بالدروب؟ الدروب شويه نحسه يعني صعبه تضبط وياكم بس هذه حلسه. لا لا دازي ايش راح يصير بيها؟ والله راح تحترق. والله ايش ما صار بيها؟ خلينا نشيت. ما ظل بعد ما عندي؟ ما ظل؟ يلا عندنا ريفايف. يعني هو ده هيل نفسه الصراحه المفروض يعني يعبي دمه من جديد بس شويه راح تصير اوفر. اوكي ذاك الدروب راح اروح عليه واسوي الخدعه اللي سويناها قبل شويه. هي هي اوكي سوينا جلتش. الله شباب سويت جلتش. والله ما اعرف شنو صار بالضبط. شباب السياره مو طبيعيه. عارفين السياره مو طبيعيه. اوكي راح انزل ولا دروب؟ ذكرتنا من نسيت وانا اضرب. متأكد راح اموت انا يعني. صار لي ساعة عارفين اصور شباب. فاذا ضبطت راح تكون حيل تسوى. ليش بدها تضبط لك؟ فهمني. يلا روح روح روح. روح يلا يلا. اقعد الحق ورا مثل الكلب. اي اي اي. لا. لا. الحمد لله فزنا على التيك توك هذه المرة وما سوينا أي عقاب. الله يستر من المرات الجاية. خايف صراحة أنا. بس الخدع حيل حلوة صراحة. أنصحكم تروحوا تجربوها وتتونسون. شاركوا في حلقة جديدة وإن شاء الله نشوفكم حلقة جديدة. أحبكم كل شيء وايد. باي باي.